وللحديث عن قصف الميليشيات للمنشآت النفطية السعودية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. سيد مصطفى مرحبا بكم. يعني صحف غربية تحدثت أيضا، عبد المهدي أقر بتلقي معلومات أن القصف على المنشآت النفطية السعودية تم من العراق وليس من اليمن، كيف يمكن قراءة هذا الحدث؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. الجميع يعرف أن العراق تحول منذ احتلاله أمريكيا وإيرانيا إلى عامل تهديد للأمن الوطني والأمن القومي العربي، وبالتالي فهذا التصريح الذي نحن كنا قد نشرناه قبل 10 أيام بالضبط، من هذا يعني هذه المعلومات كنا قد نشرناها قبل 10 أيام من إعلان صحيفة وول ستريت جورنال، نشرناها في صحيفتنا وجهات نظر، تؤكد أن العراق بات هو مصدر التهديد الإرهابي الأول لدول الجوار، سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها. العراق الآن هو من يصدر الإرهاب الإيراني إلى دول العالم، بعد أن كان هو البوابة الشرقية التي حمت الأمة العربية لعقود طويلة من خطر هذا المشروع الفارسي المتمثل في هذه المرحلة بمشروع ولاية الفقيه في إيران. سيد مصطفى، هذه الحوادث ألا تفند تصريحات المسؤولين الحكوميين عن موقف محايد إذا ما حصلت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران؟ يجب أن يعرف العالم جميعا، وأول من يعرف الولايات المتحدة التي جاءت بهذه الشرذمة التي تحكم العراق، هذه العصابة التي استولت على كل شيء في العراق، يجب أن يعرف الجميع أن هذه العصابة لن تقف إلا مع أسيادها في إيران. هؤلاء إن كانت الولايات المتحدة عبر غزوها للعراق جاءت بهم ليتحكموا بهذا الشعب وهذا البلد العريق، فإن الأمر يعني ستؤول كل نتائج هذا الغزو والاحتلال لصالح إيران التي كانت الدافع الأساس أو أحد الدوافع الأساسية في غزو العراق من خلال دعم وإنشاء الحقيقة هذه العصابات المختلفة، سواء في ميليشيات بدر أو في المجلس الأعلى أو في دعم عناصر حزب الدعوة أو في غيرها من الميليشيات والأحزاب والشخصيات المحسوبة على سنة العراق أو شيعة العراق أو أكراد العراق، وهم في الحقيقة سنة وشيعة وأكراد الاحتلال بالدرجة الأولى. طيب سيد مصطفى، الاتهامات طالت الحشد وتحديدا ميليشيا حزب الله، وذلك لسيطرتها على مناطق في جرف الصخر وصولا إلى بادية السماوة، لكن إذا ما دمنا نتحدث عن ذلك، كيف تتوقع الرد من قبل الولايات المتحدة في القريب العاجل؟ لحد الآن لا يوجد رد عملي حقيقي على هذه الممارسات الإجرامية التي ترتكبها ميليشيات وعصابات الحشد الشعبي الإرهابية التي تنفذ مشروعا فارسيا عنصريا وطائفيا وإرهابيا في العراق. وبالأمس فقط استطعنا أن ننتزع اعترافا من الناطق الرسمي بلسان ميليشيا حزب الله الإرهابي المدعو جعفر الحسيني، استطعنا انتزاع اعتراف منه بأن عصابته هي من نفذت عملية اقتحام السفارة البحرينية في بغداد. هذه الأعمال الإجرامية ستستمر ما لم يجد المجتمع الدولي الذي يعني والولايات المتحدة في المقدمة منه طبعا ودول الجوار العربية أولا، ما لم يجدوا حلا حقيقيا لهذه الميليشيات وممارساتها الإرهابية، فستستمر هذه الممارسات الإرهابية وستتسع لتطال يعني مجالات جديدة في القريب العاجل. من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم.